ايوه بس انا ورايا لسه حاجات كتير قوي، واحنا كمان ما فاضيين يا شغالي. هو دور واحد نمشي بايدينا، كل واحد يروح لحاله. هو دور واحد ماشي. اشرب. لا ما بشربش. يلا مين اللي هيوزع؟ انا اللي هوزع. افتح لي واحده جديده. اها ما كنتش فاكره كريم ما جوي كده. قول اللي انت عاوزه يا ابويا، المهم اكسب في الاخر. تكسب ايه يا معفن انت وانت خسران كل حاجه؟ ما مكشوفش من نفسك وانت واقف قدامي وما عارفش مرتك فين؟ والله خساره اللي بتعمله في نفسها، بس سهله هطلقها بكره ما تبقاش مراتي. وما توجعنيش، بس انا معايا بقى يا ابو هيبه اللي يوجعك قوي، معايا بنتك يا ابو هيبه. صافي؟ ايوه صافي يا ابو هيبه، يا تنساها يا تنسى العقد. هقتلك اكيد. لو قتلتني مش هتشوفها تاني يا ابو هيبه قبل الساعه 12، يكون موضوع العقد ده خلصان. خليك وراهم يا احمد، اوعى تغيبوا عنك لحظه. وانتوا كمان زي العمر. انا ناو 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 ايه؟ انتي ما بتخرجيش ليه يا كريم؟ ماليش كيف. يو ده اخوكي حكم زعلان، بيقول كريمة بتحب ابو هيبة وبتكرهني. ما عرفاش شايلين ابو هيبة في جروسكم ليه؟ بصحته ولا راكد؟ طب ما تيجي يا اختي تقعدي معاي. ماليش نفس. يو خلاص اجيب انا الشيشه بتاعتي واجي اقعد معاكي. شيشي؟ بتشربي زفت على دماغك يا زكية؟ اه يا كريم بشرب زفت على دماغي، فيها ايه؟ عاوزه تبقي راجل يا زكية؟ طول عمرك ما راضياش. راضيه ايه يا كريمه وبتاع ايه؟ ما اخوكي يا اختي اللي معلمني شرب الدخان. هو في مره برضه ينفع تشرب لوحديها؟ ولا انت يا اختي نسيتي تحكمات الرجاله؟ لمي نفسك يا زكية. يو انا لساني رصاص يقتل قتل. في ايه يا ولي بهزر؟